مرحبا، يعطيكم العافية. المرة الماضية أكلنا في أستراليا ثلاث أنواع لحوم من أزكى اللحوم اللي كانت موجودة، وكلها ثلاثة كانت ويرد. إذا ما تبعتوش هذاك الفيديو تابعوه في الديسكريبشن تحت. اليوم حنأكل النوع الرابع من هذه اللحوم، خليكم معنا، خلينا نروح معه. النوع الرابع من اللحوم بدنا ناكلها اللي هي لحمة الجمل. نعم، لحمة الجمل. الجمال في أستراليا عملت مشكلة كبيرة زي ما باقي الحيوانات اللي اجت غريبة على أستراليا من بلاد تانية. المعتقد انه جابوها الأفغان والجنسيات القريبة من أستراليا. بدأت هذه الجمال تنمو بشكل كبير في صحاري أستراليا وصارت تسبب مشكلة للطبيعة اللي موجودة غاد. الحكومة حاولت تتخلص من هذه الجمال لكن ما استطاعت، حاولت تبيع لحومها لدول أخرى، حاولت تبيعها كجمال لدول خاصة الخليج، ما قدروا بسبب حقوق الإنسان، حاولوا يقتلوها بطريقة غريبة برضو كانت عليهم مشاكل. فالآن عم بيحاولوا أنه يبيعوها sales as meat، وهذا من أحد الأماكن الموجودة في جرين ايكر. هاي منطقة مليئة بالعرب اللي حابين يجوا على أستراليا، طبعا يجوا على جرين ايكر، راح ينبسطوا العرب هون لأنه الشوارع كلها بالعربي، كل إشي بتلاقيه. خلينا نروح على صاحبنا أبو كلهم هون، أبو سليم، أبو أحمد، أبو خليل. خلينا نروح عليه ونأكل منه وهذا ونأكل طعمه. يلا جهز البرجر واحنا جاهزين نجربه. طبعا انتم بتعرفوني، لا خبز ولا بطيخ، بيدخل على اللحمه، اللحمه هي اللي بتبين. صراحه مش مبين عليها لا شيء، كثير حكوا لي ناس انه زنخ وما زنخ لحمه الكمل نهائيا. طعمها لذيذ جدا. شيف ثامز اب، ثانك يو، شكرا، ونراكم فيديو ثاني وانا رايح اكمل. اذا عجبتكم القناه بامل منكم كلكم تعملوا سبسكرايب، لايك، كومنت وشير.